صباح الورد والفل والياسمين على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا على قناة 10. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. صباح الورد عليك يا إيمان. صباح الورد عليك يا ماما. صباح الورد على كل مشاهدينا، وكل سنة حضراتكم جميعا بالخير، وتحديدا البنات والسيدات. كل سنة طيبة يا ماما. وانتي طيبة طبعا. كل عايزين نقول طبعا لكل المشاهدين وتحديدا السيدات، النهاردة يومكم، كل سنة وبنات وسيدات مصر طيبين وبخير. النهاردة العالم كله بيحتفل بيوم المرأة العالمي، لكن بصراحة امبارح كان في خبر يعني برضو لازم نتوقف عنده. الخبر بيقول ان الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش اعلن نتيجه دراسات اجرتها المنظمه، واظهرت ان اكثر نساء العرب قهرا هم المصريات والسوريات. الحقيقه هو كان بيتكلم من بيروت، وكان بيتكلم خلال احتفاليه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. قال ان الستات في مصر بتقابلهم صعوبات اجتماعيه واقتصاديه بتحرمهم من التعليم والعمل. طبعا هو بيتكلم عن السواد الأعظم من الشعب المصري، من السيدات في الشعب المصري، مش بيتكلم عن الفئة المتعلمة، الفئة المثقفة، الفئة اللي ممكن تكون وصلت لمناصب قيادية حتى. هو بيتكلم عن السواد الأعظم من أبناء الشعب المصري، من البنات. في الحقيقة الكلام ده طبعا زي ما انتم عارفين، ودي يمكن مفارقة غريبة جدا، ان هو جه بعد أيام فقط من تعيين أول سيدة في منصب المحافظ. وكأن مثلا الدولة المصرية خصصت عام 2017 للمرأة بدون علم العالم، وكان ما فيش مجلس قومي، أو كأن مثلا ما كانش فيه مجلس قومي للمرأة وللأمومة والطفولة، وكأننا ما عندناش سيدات في مناصب الوزيرة أو عضوة في البرلمان أو القاضية، وسيدات أعمال ورئيسة الأكبر الجامعات والأديبة والشاعرة وبطلات عالم في الاسكواش. ولكن خلونا برضو ما ننساش أن فعلا في نسبة غير قليلة في مصر من السيدات بتعاني من قهر شديد، لان احنا طول الوقت اعلاميا كنا بنشير لان احنا المجتمع بتاعنا مجتمع ذكوري، لكن خليني اقول ان 50% من ظاهره ان المجتمع ده ذكوري في الحقيقه هو المسؤول عنه او اللي تلام عليه المراه. ليه؟ المراه هي الام اللي بتربي الرجل. احنا شفنا قد ايه ان المراه من نفسها متبرمجه كده، ان هي بتربي الولد على ان هو درجه اعلى من البنت، ان هو اخته هي اللي تخدمه، ان هو اللي يقدر يؤمر وينهي، ان هو يتحكم في مصير اخته حتى لو اخته اكبر منه في السن. شفنا ده كتير. طبعا كان لازم ندفع الثمن، ودفعنا فعلا الثمن بان احنا بنقول ان المجتمع ذكوري، ولكن احنا دائما في مصر في محاولات ان احنا ندي المراه حقها، يمكن بدءا كمان من قوانين الاحوال الشخصيه، ان احنا اشرنا لحق المراه في الاسلام، ان هي من حقها الخلع. الخلع ده حاجه موجوده في الاسلام من زمان، ورغم كده سنين طويله جدا المراه كانت بتقهر. فيلم اريد حلا اللي كان سبب في تغيير احد قوانين الاحوال الشخصيه، ودي كانت اكبر دليل على قوه القوى الناعمه وتاثيرها في مصر. خدي بالك احنا بنتكلم عن فئتين في المجتمع المصري، فئه اللي هي المتوسطه، فوق المتوسطه، الفئه ميسوره الحال، دول اللي بيقدروا ان هم يعلموا بناتهم تعليم جيد، فبالتالي صحيح. البنات اللي اتعلموا بشكل جيد ممكن ان هم يتولوا بعد كده مناصب قياديه، ممكن تبقى وزيره، ممكن تبقى سفيره، ممكن تبقى حتى كابتن طيار زي ما شفنا اليومين اللي فاتوا كابتن نيفين. فدول اللي بيتعلموا تعليم جيد، انما عند دول نقدر نقول ايه، العدد اقل طبعا، ولكن السواد الاعظم. المعظم مش كده، في فئات عندهم مشكلتين، الفقر والجهل. فقراء، فبالتالي مش بيقدروا ان هم يخلوا البنات تكمل في التعليم، وفي نفس الوقت لو هم مش متعلمين فهم مش مدركين قيمه التعليم، مش عارفين ان التعليم ده مش ممكن بس يغير حياه البنت، ده ممكن يغير حياه الاسره كلها. فدول اللي بيتكلم عنهم التقرير بتاع الأمم المتحدة، واللي احنا تابعناه مع حضراتكم من خلال التصريحات اللي اتكلم عنها الأمين العام للأمم المتحدة. وعشان نكون برضو استعرضنا كل وجهات النظر وكل الآراء اللي بتقال، لازم نشير برضو لدور الدولة المصرية في ان هي بتوفر مجانية التعليم للمرأة المصرية في الريف، واللي بيحصل انه فعلا المرأة اللي بتمتنع عن التعليم بيبقى يعني خلاص بكامل إرادتها هي او قرار اهلها ان هي ما تتعلمش. عشان كده احنا دلوقتي عايزين زي ما بنقول كده في حضر، ثقافة الحضر، عايزين نوصلها للريف المصري، نوصلها لصعيد مصر، ان لازم المرأة تاخد حقوقها زي ما ربنا قال، يعني ما يبقاش في اللي احنا حرمنا حاجات على اي حرماش. حال على اي حال احنا في 2017 اعلنا 2017 هو عام المرأة، بنتمنى المزيد من الدعم اللي تقدمه الدولة للمرأة، خصوصا الفئات الاكثر احتياجا. انا عايز اقول انه حقيقي من العار ان احنا في عام 2017 لسه بنتكلم على الزواج القسري، وبنتكلم
على ختان الاناث ونحن نقف ضد الحاجات دي. يعني عايزه اقول ان احنا المفروض نكون بنطلب حقوق اعلى من كده بكتير. طبعا يعني الفكره ان المراه نفسها متمسكه بده. صح. يعني السيدات نفسهم، الامهات نفسهم متمسكين بالعادات الباليه جدا دي. احنا محتاجين ان احنا نغير ثقافه المجتمع، نظره المجتمع نفسه، مش بس بنتكلم عن ان احنا ندي للمراه حقوق. احنا لغايه دلوقتي احيانا في الصعيد ما بيدوش للمراه حقها في الميراث. فاحنا محتاجين كل المفاهيم دي نغيرها، مش بس نقول ان الدوله تعمل او ان هي مقصره مثلا في حقوق المراه او غيره، ولكن احنا من نفسنا نبدا نغير ثقافتنا. تقديرا طبعا لقيمه المراه زي ما انتم شايفين في صباح الورد، احنا اربع مذيعات، دي نمره واحد. نمره اثنين ان احنا النهارده الحلقه كلها بفقراتها هتكون مخصصه لليوم العالمي للمراه لحواء، فهي حلقه هتكون خاصه جدا جدا، يهمنا طبعا كل سيدات مصر يكونوا بيتابعونا.